أنا لا كنت أتوقع يوما من الأيام أن أقعد في خيمة وأنا أعيش هالعيشة هاي. يمكن عايش إنسان كريم في سوريا، ولكن الأوضاع اللي خلتني أجي لهون وأشوف الوضع المأساوي اللي عشته هين بفرنسا بالجنجل. نحن طلعنا من الحرب في سوريا، من تحت الضرب، من تحت القصف، كنا بالبحر، ظلينا 4 ساعات بالبحر بالغرق، وساعة ونص سباحة. البحر اللي كان أخطر منطقة وأخطر شيء للاجئين السوريين بالأخص، اللي نص الشعب السوري عم يروح غرق في البحر لكي نلتجأ إلى أوروبا. معاملة أوروبا لنا تحت الصفر، بوضعنا بأخص بهذا المكان. الحياة غير حياة، مأساوية مأساوية مأساوية. هنا جو شتاء، الدنيا الشتاء رياح، الوضع صعب صعب صعب. نحن جايين نتعلم، جايين حياة نعيش حياة تمام.